بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذن المادة قراءة، عنوان النص الذئب والعنزة، الحصة الرابعة استثمار. إذن خلال هذه الحصة سنحاول استثمار النص على مستوى الأساليب. إذن انظروا، في بداية النص لدينا الجملة: كان ذئب يسير في المرعى فجأة لمح عنزة. كان ذئب يسير في المرعى فجأة لمح عنزة. الأسلوب هو كان فجأة. إذن سنحاول صياغة جمل على غرار هذا المثال كان فجأة. مثلا: كان الفلاح يعمل في الحقل فجأة لمح ذئبا. كان الفلاح يعمل في الحقل فجأة لمح ذئبا. الأسلوب الثاني: أيتها لا. ننظر في النص: أيتها الصديقة الصغيرة لا تسيري قرب المنحدر. أيتها الصديقة الصغيرة لا تسيري قرب المنحدر. إذن الأسلوب أيتها لا. الجملة التي أقترح عليكم: أيتها القطة الصغيرة لا تركضي في الشارع. أيتها القطة الصغيرة لا تركضي في الشارع.